فضيلة الشيخ، أي الأشياء أفضل، النظر ساعة الصلاة إلى الكعبة أو النظر محل السجود؟ المصلي لا ينظر إلى الكعبة ولا إلى غيرها، وإنما ينظر إلى موضع سجوده، لأن ذلك أخشع له ويستريح من المشوشات. إذا نظر إلى الكعبة أو نظر إلى المارة شغله ذلك عن صلاته، أما إذا قصر نظره على موضع سجوده فإن ذلك أجمع لفكره وأبعد له عن المشوشات.